خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي. تلعب علي أمامية، مالك تحضير، مسعد يستلم سريع، علي مالك، خطورة أهلاوية، محاولة، مالك معاد يعدي، حلوة، معتز، جول 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 جول، الله الله، فكر عالي، فكر عالي، بلعبة رائعة رائعة الحقيقة من اللاعب معتز الموسى، أمامك يعملها بكرة برازيلية برمسة ولا أروع للفريق الأهلاوي، هدف رائع الحقيقة. شوف مالك، شوف اللعبة والحكاية، معتز يا سلام، الرائع بنقول عنه رائع، والمبدع بنقول عنه مبدع، والأهلاوي معتز بشكل ولا أروع ولا أروع، بلمستين، واحد اثنين في الأرض ما لمست للشباك، عدت حتى متابعة وليد كانت موجودة، ولكن للمرمى بهدف ولا أروع يأتي للفريق الأهلاوي. المخرج عجبته اللقطة، عجب والله، مو المخرج بس، والله مو المخرج بس، شوف شوف ردة الفعل أيضا، فكر، نعم والله مخ لاعبي الفريق الشبابي. هنا كرة اللعب، محمد مسعد من اليمين يطلب لاعب من اليمين، تمريرات أهلاوية بلعبة أمامية على اعتبار وجود وقوع. هنا شوف زيد المولد مع حسن الراهب، يبدو الحوار سيكون ما بينهم حديث الحقيقة عن التدخل اللي كان ما بين اللاعبين. شوف شوف احتكاك سابق ما بين اللاعبين، هنا زيد المولد مع حسن الراهب، شوف شوف بعيد كل البعد، هنا حسن الراهب بطاقة صفراء، إذن يقولون في كرة القدم، شوف شوف الاحتكاك واضح، واضح ما بين زيد وما بين حسن الراهب، أن الأمور ليس بعد للفريق الأهلاوي. هنا تصل السلطان اللي حاول بتمريرة حلوة، السعران هتخذ، ممكن مرور وركلة جزاء، ولكن الحكم اللي قا يقول خطأ، يقول خطأ في اللقطة الماضية، وبطاقة على فيصل، بطاقة على فيصل السلطان، صفراء تخرج، الخامسة في المباراة، الخامسة في المباراة، إذن مع الدقيقة 47 على طول بطاقات موجودة. شوف فيصل السلطان بإبعاد الكرة من سيف غزال في اللقطة الماضية، وحكم اللقاء منح البطاقة الصفراء لفيصل السلطان رابطة الأهلاوية والمساندة الجماهيرية لم تهدأ من قبل بداية المباراة حتى هنا. كرة أمامية حلوة، متابعة، جول، الله، جول شبابي، يصنع الفرق، يصنع الفرق، ولد السلطان عملها من الشمال، عملها بزاوية ضيقة جدا جدا جدا، عملها في المرمى، واحد واحد، عادت الأمور. شوف التمريرة واحدة الثانية من كاماتشو، برافو يا سلطان، سو توقيت من عبد الله، ومن زاوية ضيقة عملها ولد السلطان، عملها ولد السلطان، وفي المرمى سجلها بهدف تعديل مع الدقيقة 56، مع الدقيقة 56 عمل التعديل للفرقة الشبابية. شوف الخطأ والدخول الغير صحيح الحقيقة من حارس المرمى باتشيكو، باتشيكو يوصل بالفريق بهدف. هنا تغيير، مالك معاذ، تبديل هجومي بحت، بعد الراهب جاء معاذ، يعني حتى مالك معاذ مستغرب، شوف يعني مستغرب رقم 9 على العموم، مالك يغادر وياسر، ياسر فهمي إذن هو البديل، اللاعب رقم 23، يعني مالك، مالك مستغرب خروجه، وأنا شخصيا مستغرب. على العموم مالك معاذ يغادر، يبدو فارياس لديه وجهة نظر معينة، ياسر فهمي إذن، ياسر رقم 23 أمامنا هو بديل ياسر الفهمي لمالك معاذ، إذن يغادر مالك معاذ
تغيير هجومي قد يكون مستغرب بعض الشيء، ولكن خلال مثل هذا التغيير شوف الراهب، شوف الراهب مع مالك معاذ يقول المالك تعال جنبي، تعال اشكي لي واشكي لك، تعال احكي لي واحكي لك، ماذا فعلنا في الستين دقيقة اللي مضت؟ ماذا فعلنا في الستين دقيقة؟ كله مستغرب. على العموم المساحة يبحث عن مسافة، ولكن شوف من يتابع مالك معاذ، شوف من يتابع مالك معاذ في اللقطة الماضية، والكرة من خلال مرة أخرى إلى خارج أرض الملعب، مرت إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية، الكرة أمامية الآن تصل مرة أخرى سريعة، محاولة برافو، أيضا محاولة المرور الماضية من الجزاوي، لكن الكرة خسرها، تعود مرة أخرى لمصلحة الفريق الشبابي، كاماتشو يعدي، كاماتشو يمر للأمام يمرر، يا سلام، شوف المساحة مع السلطان الخطير، مع السلطان يطلب الكرة، وليد جول، جول، جول شبابي، طلبها وسجلها، طلبها وسجلها، الجيزاني سجلها في المرمى، شوف اللقطات والله معبرة، والله معبرة يا فرياس، والله معبرة، آن الأوان لليث أن يكشر عن أنيابه، شوف السلطان اللي عد، شوف وليد طلبها ونالها، سجلها في شباك الأهلي، شوف التمريرة، شوف التسديد للمرمى، وليد الجزاني يأتي بهدف مع الدقيقة 68، مع 68، وين اللي يقول ويتحدث عن أوقات إضافية؟ لا، هنا شوف العرضية لما أخرج مالك والراهب، قلنا له لا، قلنا له لا، مو علشان الشباب ولا الأهلي، أنا أتكلم حام كان ما بينه، شوف مالك معاذ رفض أنه يجلس، رفض حتى أنه يكون جالس مع دكة البدلاء، فضل أنه أيضا يكون مؤازر لزملائه، حتى وهو واقف يعطي دفعة لزملائه، هنا شوف أيضا ما بين محمد السفري ومساعد، ندى احتكاك الماضي، البدبعها خلصها في اللحظة الأخيرة، خلصها في اللحظات الأخيرة من خلال تسديدة قوية مرت، وشوف أيضا شوف ردة الفعل، يلوم زميله، متبقي الخمس، كرة أمامية الآن تمر، محمد مسعد يستلم، اللي كانوا يمرر مرة أخرى، وصول مارسينو، حلوة الجزاوي، يعدي، تعديل، جول أهلاوي، رائع يا جزاوي، رائع يا جزاوي، عمل الكثير، عمل الفرق بعد أن عدى وعمل الصعب لتعديل، ليس بعد يا أبناء العاصمة، مالك معاذ ودمعاته، مالك معاذ ودمعاته، بعد التسجيل من جزاوي، شوف رائع يا جزاوي، شوف كيف عدى، برافو من ندى عدى، من الخيبري والمرحوم عدى، وما بين أيضا يدي وليد عبد الله سجل ب2-2، تتواصل ملحمة العاصمة ما بين الأهلي والشباب بهدف ولا أروع ولا أحلى من عبد الرحيم جزاوي، إذا يصنع الفرق أيضا البدلاء هم من يصنعوا الفرق، وشوف تعود سريعة حلوة أهلاوية، مرور ناجح، بطاقة المرحوم لديك، بطاقة يغادر مع الدقيقة 91، خدتها في الوقت الإضافي، خدتها بطاقة حمراء، أنا مسجلها يا مرحوم ماجد المرحوم، سجلت 10 بطاقات، ماجد يغادر الآن، شوف الاعتراض والبطاقة الصفراء الثانية، ويغادر إذن ماجد، استبعاد مع الدقيقة 91، بطاقة صفراء، والآن بطاقة حمراء مع الدقيقة
ولكن وصلت وليد عبد الله خاطئ الان، وصلت من حقباني تمر جزاوي، هنا اماميه حلوه الجزاوي، ركله جزاء، حكم اللقاء يعطي استمراريه، يقول له كمل، يقول كمل في الكره الماضيه، الحكم الروماني الكسندر دانتوردو. هنا شوف، هنا شوف رده الفعل، اهدى اهدى يا كابتن اهدى، حتى لو كانت صحيحة، حتى لو كان هناك ركلة جزاء صحيحة، الهدوء مطلوب، الهدوء مطلوب، هنا ركلة أو الكرة الماضية، هنا شوف حكم اللقاء ماذا يطلب، من يطلب هنا مع الإعادة، نبقى مع الإعادة، نبقى عبد الملك الخيبري في الدخول الأخير، هل كان هناك ركلة جزاء أم لا؟ القرار يبقى.